خلينا نروح جرادجولي. سو اول شيء انا ورنا تعرفنا، رنا تعرفنا عن بيديام، شو انا تعرف عليك صار اسمه رنا تعرفنا فرق جمع رامي خبطت السيارة على الاستراد. هن كانوا اصحاب قبل على فكره، بس معلش نحن من وجهه نظرنا الحادث تبع رامي كثير قربنا لبعض، لانه بيزك كثير خفنا عليه، فكرنا انه رح يموت. فاكتشفنا انه قد ايه نحن معلقين فيه وقد ايه ما فينا نخسره. قفوا الجامعه وقفوا الدروس ويمكن فحص، بس كرمال يضلوا معي بالمستشفى، كانوا عم بيناموا حدا بالمستشفى. 11 سنة لهلا مشاكل قليلة. اكشلي ولا مرة خلقنا كلنا مع بعض بذات الوقت، يعني دايما مثلا انا يمكن زعلان منا من ورا شيء او انما انه دايما اثنين، مش انه الكل بذات الوقت، مش انه حدا بمشكلة مع حدا وبيبقى جمعة ما بيحكي معنا هيدا، انه لا دغري منصارح بعض، بنحكي شو مشكلتي شو مشكلته، منلاقي حل. ما بنشبه بعض أتقول، وبعتقد هذا الشيء يلي خلينا نكون قراب من بعض. خلينا أقولكم شو دور كل واحد منكم. أوكي، عنا رنا الماما، مارك هو الكرياتيف برين بالجروب، رامي كل شيء خاصه بالتكنولوجيا، وأنا دوري شو دوري؟ أول ما عرفت إنه رح هاجر جريتهم معي هيك، قعدتهم قلت لهم جايز هيك حيصير، فبدي أجركم معي وأخذكم، فبليز قدموا فياز وهيك، إنه براسي نو واي يعني بدي أخذهم معي. فصرنا ننبش على إنه طرق الفيزا على كندا وكيف بدها تزبط وهيك. أكيد نحن رح نتواصل مثل عادة، تليفون، واتساب، فيديو تشاتس، وبعدين نرجع نتلاقى، نعرف إنه رح نرجع نتلاقى، منا الآن. ما بحياتي تعرفت أو شفت عالم أقرب من ما بعرف نحن، يعني ولا شفت عالم قراب قدنا، لازقة للحديث أكثر عن صداقة ميريام، رنا، مارك ورامي وأهمية الصداقة في حياتنا النفسية، نستقبل معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عمان المدربة على تطوير الذات عبير قمصية. أهلا بك عبير، نورتينا. صباح النور تونيا. ما رأيك بداية بهذه الصداقة الرباعية المستمرة بين هؤلاء الشبان والصبايا الأربعة اللبنانيين منذ أكثر من 10 سنوات؟ يعني نحن بنقول انه الصداقه كنز، والصداقه جمال، والصداقه حب، بس عاده الصداقه بتستمر شي 3 سنين، هذا الافرج، خلينا نقول الوسط لاي صداقه موجوده بهالدنيا. لما يكون في صداقة مدتها أكثر من 10 سنين، هاي صداقة أكيد فريدة من نوعها، وأكيد صمدت أمام اختبار الزمن، فبالتالي هاي نوع من الصداقات اللي ما بنشوفها كتير كل يوم، وأنا بتمنى أنهم يضلوا أصدقاء. وعادة هاي الصداقات اللي بتصمد أكثر من 10 سنين بتصمد مدى العمر، وإذا هيك بدي أطلع عليها وأعرفها، عادة هاي النوع من الصداقات صداقة بيكون الأصدقاء بيعرفوا بعض زي ما بيقولوا في السراء والضراء، بيقوموا بتسديد احتياجات بعضهم البعض، في أخذ وعطاء، وبرات العطاء أكثر من الأخذ، بيعرفوا أسرار بعضهم البعض، بيعرفوا أكثر المواقف الحرجة اللي مرقت بحياتهم، وبيعرفوا شو كيف يدعموا بعضهم البعض، وكيف يرفعوا بعضهم البعض، وكيف يساندوا بعضهم البعض. ففي جمال حقيقي بهاي الصداقة، ونادر. الله يخليهم لبعض ويبسطهم مع بعض ويصمدهم كل العمر مع بعض، وبيقبلوا بعض البعض على اختلافهم، صح؟ طبعا مش بس بيقبلوا وما الفروقات تثري صداقتهم، وبكونوا صادقين مع بعضهم البعض، وزي ما قلت بيدعموا بعضهم البعض، حاجاتهم كمان مثلا حاجة الاحترام، حاجة الحب، حاجة الصدق، بيكونوا عارفين كيف يلبوها لبعضهم البعض، فهذا بيشكل عندهم تمسك في بعضهم البعض، وما في عندهم أي خلينا أقول الأمور السلبية بيقدروا يتخطوها، وبيعرفوا
يعرفوا يتعاملوا معها. يعني هي صداقة لا تخلو من المشاكل، أكيد بيكون في اختلافات لكن بيعرفوا يتعاملوا مع هاي الاختلافات. نعم، أنت ذكرتي عبير السراء والضراء ورنا وميريام ومارك ورامي، قالوا أنه ما عزز صداقتهم الرباعية الحادث الذي تعرض له رامي. الأحداث المؤلمة عبير، كيف تقوي صداقاتنا؟ هي الأحداث المؤلمة صعب كتير على الإنسان لما بمرق فيها. وجود الأصدقاء يعني خلال هاي الأحداث بيختبر الصداقة الحقيقية، وبتصير ذكرى هاي الحادثة يا أما مؤلمة جدا وسلبية جدا، أو بتكون مؤلمة ولكن يرافقها أمر إيجابي هو وجود الأصدقاء بجانبي خلال هاي الفترة المؤلمة اللي مرقتها بحياتي. فبالتالي تثري وتعمق الصداقة لما أنا صديقي بوقف معي خلال هاي الحوادث. يعني كلياتنا بنعرف ربما صديق لك لم تلده أمك، فهو بصبح مثل الأخ هذا الصديق، وبالتالي تصبح الحادثة المؤلمة مرافقة لمشاعر إيجابية بتساعدني أنا أتمسك بهذا الصديق أكثر، وبالتالي ذكريات الحادثة تصبح مرافقة لذكريات إيجابية. ولولا هاي الحوادث مرات لا ما بتتأول علاقة الصداقة. نعم، رامي أيضا سيهاجر قريبا كما أشار في التقرير، وكان عم بحضر فيز لكل يعني لكل أصدقائه الثلاثة، لأنه كأنه صاروا مترافقين مع بعض البعض بكافة الأوقات. ونحن كلنا بمطرح المطارح سافرنا، البعض هاجر وصنعنا صداقات في الهجرة في بلدان الغربة. هل من صداقات تتخطى الزمان والمكان؟ يمكن توني بهالظروف كورونا أكيد اختبرت الصداقات الحقيقية، لأنه كلياتنا تفرقنا وصرنا نحكي مع بعض. هي حقيقية من ميل وافتراضية من ميل تاني، لأنه تواصلنا كثير على وسائل التواصل الاجتماعي. بالضبط، الحلو بهاي الأيام إنه وسائل التواصل الاجتماعي تعزز الصداقات بالحقيقة، وتساعد الأصدقاء على إنهم يبقوا على اتصال مع بعضهم البعض. فالمسافات لما تكون الصداقة حقيقية والصداقة مختبرة عبر الزمن، المسافات لا يجب إنها تأثر على الصداقة، بل بالعكس يمكن تبنيها أكثر، لأنه بصير الإنسان بحاجة إنه يتواصل بشكل يومي مع الآخر. أنا بتمنى إنه رامي يضل محافظ على صداقته مع أصدقائه، ومتأكدة إنه رح يضل، مع إنه المسافات صعبة، لكن زي ما قلت الأيام هاي مع وسائل التواصل الاجتماعي السهلة صار بالإمكان إنه نتواصل بشكل مباشر ويومي مع أصدقائنا، ونحافظ على هاي العلاقة ونستشير بعضنا البعض عبر وسائل الاتصال المرئي. طالما جبت سيرة وسائل التواصل، بنسمع كتير عن عبر السوشيال ميديا عن مصطلح BFF أو Best Friends for Life، أصدقاء مدى العمر. يعني كأن الصداقة يمكن أن تدوم مدى العمر. طبعا أكيد، يعني بدي أرجع لو ربما صديق لم تلده لك أمك، فعلا إحنا منشوف حالات حقيقية قدامنا من أصدقاء يبقوا طول العمر، وحتى أولادهم بيصيروا أصدقاء، وأحفادهم مرات بيصيروا أصدقاء، وبيصيروا يقولوا أنا أمي وجدتي جدتي وجدتي أصدقاء. ففي صداقة طبعا تدوم طوال العمر لأنها مختبرة عبر الزمن، ولأنه الأشخاص ما بيقعوا بالفخ تبع إنه أنا ما بدي بس ألبي حاجتي أو بفكر بنفسي فقط. الصداقة عطاء، الصداقة تضحية، الصداقة محبة غير مشروطة، ولا يعني يفككها أمر معين. بفكر أنا شو حاجة الشخص وبعطيه حاجته، مش شو أنا بدي بفكر هو بده. فبكتشف وبعرف حاجة الشخص المكنونة، حاجاته اللي مش مبينة أمامي، وطبعا أنا بشتغل على الصداقة. الصداقة ما بتيجي من وراء يعني تسلاي، يعني زي أب بيسأل ابنه مين هو صديقك الحقيقي، بيقول له ابنه أنا اللي صديقي الحقيقي اللي بياخدني برا وبيرفه عني وبيغير لي جو. قال له هذا هو ألذ أعدائك. الصديق الحقيقي مش اللي بياخدك وفرحك وبيغير لك جو، هو الصديق اللي بيرفعك واللي بيخليك تنمو وتكبر. نعم. وتتنور وتصبح شخص أفضل مما أنت. الأصدقاء طيب الحقيقيين والصداقات اللي بتدوم. نعم، في ناس ما اختبروا هذه الصداقة الحقيقية أو
تم طعن من قبل أصدقاء ولازالوا مجروحين من قبل الأصدقاء اللي وسقوا فيهم وخانوا هالأشخاص هذه الثقة. وفي ناس عايشين لوحدهم واختاروا الوحدة. من هنا ولأن فقرتنا اسمها مع الذات، هل يمكن أن نبني صداقات مع أنفسنا وكيف؟ نعم، هو معظم الأحيان إحنا بنفكر إنه صداقة مع الآخرين، وفعلا هي في صداقات كثيرة مع الآخرين، لكن تبدأ نجاح الصداقة مع الآخرين تبدأ بصداقة مع الذات أو مع النفس. يعني اليوم شو إذا بدي أسأل حالي شو هي طبيعة علاقتي مع نفسي؟ هل هي علاقة محبة أم هي علاقة صداقة أم هي علاقة كراهية؟ كتير مهم كل واحد فينا يسأل حاله هذا السؤال، وبالذات الأشخاص اللي ما عندهم كتير أصدقاء، لأنه هذا يؤثر على لما أنا. هذه كانت دقيقتنا الأخيرة في أي حال مع عبير، ووصلت الفكرة. إيه جملة أخيرة، يلا رجعنا لك يا صديقتنا. رجعت لي. بدي أقول لك في كتاب كتير حلو لمفيد الوحش عن السلام النفسي، اللي بتقول إنه اللي هو نهاية رجل شجاع، بتحكي كتير عن السلام النفسي وبالتالي الصداقة مع النفس. نعم، نحن نشكرك ونعتز بصداقة معك المدربة على تطوير الذات عبير قمسية، كنت معنا مباشرة من عمان، شكرا لك. شكرا توني، صباح النور.